لإعلاناتكم على قناة وقائع يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي أو رقم الواتساب الموجود في الوصف. في 30 من أغسطس لعام 1997 كانت كريستين بلانكينشيب المقيمة في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند تتحرى شوقا للقاء والدها روجر بروكس الذي استغل عطلة نهاية الأسبوع كي يحضر من نيويورك لزيارتها. كانت كريستين متحمسة للغاية لرؤية والدها، ولذلك فقد ذهبت برفقة بعض أفراد أسرتها إلى المطار كي تستقبل والدها، لكن ركاب الرحلة القادمة من نيويورك كلهم خرجوا عاد والدها. حاولت كريستين أن تتصل بوالدها في منزله لتفقد أحواله وتعرف منه سبب عدم صعوده على الطائرة، لكن الرجل لم يكن يجيب على هاتفه، وقد ذهبت محاولاتها للاتصال به أدراج الرياح. لذلك فقد بدأ القلق يتسرب إلى نفس كريستين التي وجدت نفسها في النهاية مضطرة لإبلاغ الشرطة عن فقدان والدها البالغ من العمر 58 عاماً. أوضحت كريستين للمحققين أن والدها كان يعيش بالقرب من مكان عمله في وسط مدينة نيويورك الشاسعة وبالقرب من ميدان تايم سكوير السياحي الشهير، حيث أن روجر كان يعمل في مجال المطاعم، وكانت تلك المنطقة مليئة بالمطاعم التاريخية والشهيرة. على الرغم من أن كريستين بدأت قلقة للغاية وكان صوتها مرتجفا ومتقطعا أثناء حديثها مع رجال الشرطة على الهاتف، إلى أن الشرطة لم تهتم بإجراء بحث دقيق عن روجر أو حتى بتفقده في منزله، حيث أن الرجل لم يكن متغيبا سوى منذ عدة ساعات فقط، وهناك عشرات لم تكن مئات الأسباب التي من الممكن أن تمنعه من اللحاق برحلته. باختصار، لم يكن محققو الشرطة يرون أن اختفاء الرجل المسن حتى ذلك الوقت أمرا يستدعي فرض حالة الطوارئ. لم تكن كريستين لتستريح وهي تعلم أن رجال الشرطة قد تجاهلوا بلاغها بالفعل ولا تستطيع بأي شكل من الأشكال التواصل مع والدها، ولذلك فقد لجأت الفتاة إلى طلب المساعدة من بعض أصدقائها الذين يعملون في إدارة المطافئ في مدينة نيويورك. وعدها أصدقاؤها أن يقوموا بإلقاء نظرة على منزل والدها الواقع في الطابق الثالث باستخدام السلالم الحديدية الخاصة التي يستخدمونها لإطفاء الحرائق. ما إن وصل رجال الإطفاء إلى البناية وبدأوا في فرض سلالمهم وتجهيزها حتى ظهر المشرف المسؤول عن المبنى وسألهم عما كانوا ينوون فعله، وقد أوضح له رجال الإطفاء مهمتهم الغير معتادة في ذلك المبنى. أخبرهم الرجل أنهم لم يكونوا مضطرين لصعود السلم، حيث كان يحمل نسخة مفتاح رئيسي يمكنه من خلالها الدخول إلى أي شقة في ذلك العقار الضخم. أحجم رجال الإطفاء عن رفع السلالم وتبعوا المشرف في هدوء إلى شقة روجر التي كان ينتظرهم فيها مشهد بشع للغاية. فور دخولهم من الباب رأى رجال الإطفاء والمشرف جثة روجر ملقاة على وجهها وتغوص في بركة من الدماء. يبدو أن كريستين كانت محقة وأن والدها لم يتغيب عن الحضور لأسباب طبيعية كما توقع قسم شرطة نيويورك، الذي بات الآن مضطرا لإرسال وحدات إلى مسرح الجريمة للتحقيق في الحادث. لكن ترى من ذا الذي فتك بهذا الرجل المسن بهذه الطريقة البشعة؟ وكيف سيسفر هذا التحقيق عن إلقاء القبض على سفاح امتهن الاحتيال على المثليين جنسيا وإنهاء حياتهم؟ لتعرف الإجابة على كل هذه الأسئلة تابع معنا هذه الحلقة المقدمة لك من قناة وقائع حتى النهاية. لاحظ المحققون أن روجر فقد حياته بعدما تعرض لعدة طعنات في البطن وفي الصدر، وبتفتيش جيوبه ومنزله لم يجدوا أثرا لبطاقاته البنكية أو محفظته الشخصية في أي مكان، ولذلك فقد افترض المحققون أن ما حدث لروجر لم يكن سوى عملية سطو مسلح انتهت بطريقة سيئة، إلى أن هذا الافتراض سرعان ما تم طرحه عندما لاحظ المحققون أن باب الشقة لم تظهر عليه أي علامة من علامات الاقتحام، ولم تختفي من الشقة الأجهزة والأغراض الثمينة، الأمر الذي يعني أن الجاني
قصد بالفعل إنهاء حياة روجر، وقد كان ذلك هدفه الرئيسي منذ البداية. بالإضافة إلى ذلك، استنتج المحققون أن الجاني كان شخصا مقربا للغاية من الضحية أو على معرفة جيدة به، وذلك ما يفسر عدم وجود علامات اقتحام على باب المنزل، الأمر الذي يعني أن روجر كان قد فتح له الباب بنفسه، أو أنه يملك نسخة من المفتاح. على إثر ذلك، شرع المحققون في استجواب المقربين من روجر في محاولة منهم لتحديد المستفيدين من وفاته، الأمر الذي سيعينهم على خلق لائحة من المشتبه بهم في تلك الجريمة. وقد علم المحققون أن روجر قد نشأ في مزرعة في كلاسبورغ بولاية ماساتشوستس، ووصفه أطفاله بأنه بستاني ذو ذوق رفيع في تناول الطعام. قدم بروكس في القوات الجوية الأمريكية قبل سنوات، وتقاسم ابنا وابنة مع زوجته السابقة قبل الانفصال في طلاق ودي. بينما كان الأطفال يعيشون مع والدتهم في ماساتشوستس، سافر بروكس عبر البلاد متبعا هوايته وشغفه بالطعام، وسرعان ما بدأ رحلته المهنية في مجال المطاعم، وأصبح مديرا لعدد من أعظم المطاعم في العالم، بما في ذلك عقد من الخدمة مع فندق فور سيزنز في مدينة نيويورك. بدأ روجر عمله في مطعم بارتيا الإيطالي التاريخي في مدينة نيويورك في أوائل العام 1997، وقد كان يسكن في نفس البناية التي كان فيها المطعم الإيطالي، وهي البناية ذاتها التي فقد فيها حياته. إلى أي من المقربين من الضحية الذين تحدثوا مع جهات التحقيق، لم يذكر أن الرجل كان في الحقيقة مثلي الجنس، وربما كان ذلك لأن أحدا لم يعلم من الأساس أن روجر كان مثلي الجنس، بما في ذلك أبناؤه، حيث أن الرجل استطاع أن يخفي هذا السر عن عائلته وأصدقائه طوال هذه السنوات. بالنسبة للمحققين، كانت الصورة الإباحية التي عثروا عليها في شقة روجر وبعض المواد الأخرى تؤكد بشكل كبير أن الرجل كان بالفعل مثلي الجنس، ولم يكن طبيعيا على الإطلاق كما أكد أقرباؤه وأبناؤه. افترض المحققون أن ذلك السر الذي أخفاه روجر عن كل المحيطين به طوال حياته ربما يكون متصلا بإنهاء حياته بتلك الطريقة. وعندما أفصح المحققون عن هذه الفرضية لكريستين، أخبرتهم بأنها تتذكر أن شابا لاتينيا كان يرافق والدها في أسفاره، وقد رأته هي في إحدى المرات عندما قاد والدها شاحنته إلى بالتيمور والتقى بها هناك. كان ذلك الشاب اللاتيني يدعى كويليس، وقد أكدت كريستين أنه بدا مثلي الجنس أيضا، وأنها كانت متشككة في تصرفاته ولم تكن تثق به على الإطلاق. كان كويليس يعمل سائقا في المطعم الذي يعمل فيه روجر، وقد أفصح للشرطة أن روجر كان قد عرض عليه بعض المال ليمارس معه الجنس، لكن الأخير رفض ذلك. سرعان ما تم شطب اسم كويليس باللائحة المشتبه بهم بعدما تأكد المحققون من صلابة حجة غيابه. عاد المحققون إلى نقطة البداية من جديد، وفي تلك الأثناء كانوا قد قرروا أن يقوموا بتتبع البطاقات البنكية الخاصة بروجر، على أمل أن يجدوا أي نشاط على حساباته البنكية بعد وفاته. وقد أسفرت هذه الخطوة عن نتائج ساهمت في حل القضية برمتها في نهاية الأمر، حيث أن المحققين اكتشفوا أن بطاقة روجر البنكية تم استخدامها في مساء يوم الحادث. تم استخدام البطاقة البنكية عدة مرات، ولشراء شان اعتبرها المحققون تافهة كالدفع لطعام العشاء في أحد المطاعم، ولشراء زوج من الأحذية الرياضية، حيث أنه لم يكن من المنطقي أن يتكلف الجاني كل هذا العناء كي يحصل على هذه الأشياء. لكن هذا التصرف أصبح فيما بعد الخيط الذي تتبعه المحققون ليصلوا إلى الجاني. قام المحققون باستجواب موظفي تلك المحال التجارية التي تردد عليها الجاني، وطلبوا منهم أن يصفوا لهم ذاك الشخص الذي استخدم بطاقة روجر البنكية. وقد أجمع الموظفون على أنه كان رجلا برازيليا وسيما في العشرينيات من عمره، وذو بنية نحيفة وشعر أسود، على الرغم من أنهم كانوا في تلك المرحلة يملكون الأوصاف الدقيقة للجاني. إلى أن المحققين وقفوا عند هذه النقطة ولم يستطيعوا تحديد هوية الجاني، إلى أن أهدت لهم الصدفة اسم الرجل على طبق من ذهب. في تلك الأثناء كانت القضية قد كسبت زخما إعلاميا هائلا، وباتت مثارا للحديث بين أوساط مجتمع مدينة نيويورك بشكل عام، وذلك ما دعا نادلا في إحدى المطاعم المحلية
أن يتقدم لشرطي كان يحاول تناول طعام الغداء ويخبره أن روجر بروكس كان زبونا منتظما وأنه قبل أسبوع واحد فقط من جريمة القتل جاء مع شاب برازيلي لتناول طعام الغداء. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن النادل أخبر الشرطي أن الرجل البرازيلي الذي كان بصحبة روجر كان يبحث عن عمل بشكل ملح، وقد ترك لهم اسمه ورقم هاتفه للتواصل معه في حال احتاج لموظف في المطعم. كان اسم الرجل هو آلان أوليفيرا، لكن يبدو أن رقم الهاتف الذي أعطاه النادل للمحققين كان يعود لشخص آخر، حيث أن هذا الرقم قادهم لشخص يدعى ويب ستيفير. تم استدعاء ويب للاستجواب، وقد كان الرجل متعاونا مع المحققين بشكل كبير، حيث أنه أوضح لهم أن آلان كان صديقا التقى به في ربيع العام 1997، وأنه كان يبحث عن عمل، ولذلك فقد سمح له باستخدام رقم هاتفه كمرجع لأرباب العمل الذين يتواصلون معه لتوظيفه في الأماكن الشاغرة. أوضح ويب للمحققين أن آلان عرف بنفسه على أنه كان طالبا في جامعة كولومبيا وأنه كان شابا لطيفا للغاية، وأشار ويب إلى أنه لم يكن يعرف روجر ولم يتحدث آلان عنه من قبل. لكن أهم ما صرح به ويب للمحققين هو سيناريو الأحداث التي جرت في يوم وقوع الجريمة، حيث أن ويب كان مع آلان طوال اليوم ولم يختفي عن ناظريه إلا أثناء ارتكابه للجريمة فقط. في صباح ذلك اليوم كان ويب مع آلان في صالة الألعاب الرياضية، وقد أجرى آلان بعض المكالمات باستخدام هاتف الصالة الرياضية قبل أن يخبر ويب أنه ذاهب لمقابلة بعض الأصدقاء من الجامعة كي يستذكروا سويا. التقى ويب بصديقه مرة أخرى في ذلك المساء وتناولوا سويا طعام العشاء برفقة صديق ثالث يدعى براين. وعلى غير العادة أصر آلان أن يتكفل هو بدفع فاتورة العشاء في ذلك المساء، ولم يكن ويب في ذلك الوقت يعلم أن صديقه تطوع للدفع ببطاقة شخص كان قد أنهى حياته منذ عدة ساعات فقط. بعد لقائهم بويب هم المحققون باستجواب براين الصديق الثالث الذي كان جالسا معهم على مائدة الطعام في ذلك المساء. وعندما ذهبوا إلى منزله وجدوا آلام صحبته، فما كان من المحققين إلا أن قاموا باعتقاله واصطحابه إلى مركز الشرطة. كان آلان متوترا ومرتبكا للغاية أثناء خضوعه للتحقيق، وقد أنكر الرجل صلته بالجريمة جملة وتفصيلا. ليس ذلك فقط، بل أنكر آلان معرفته بروجر من الأساس، لكن موظفي المحل التجارية والنادل في المطعم استطاعوا التعرف على آلان وإخراجه من وسط عدد من المشتبه بهم. افترض رجال الشرطة أن آلان استغل شبق روجر الجنسي نحو الرجال للتقرب منه قبل أن يخطط لطعنه حتى الموت، والظفر ببطاقاته البنكية ليستخدمها كيفما يشاء، إلى أن الشاب رفض كل تلك الافتراضات وأصر على براءته من كل التهم المنسوبة إليه. ريثما كان آلان يقبع في زنزانته منتظرا أن يمثل أمام المحكمة، كشفت الصدفة مرة أخرى عن مفاجأة مدوية كان من شأنها أن تغير مجريات القضية بكل المقاييس. في شهر نوفمبر من العام ذاته كان أحد المحققين العاملين في القضية في طريقه للخروج من مقر عمله، عندما وقعت عينه على نشرة المطلوبين المعلقة على حائط المركز. وبين تلك الصور برزت صورة غير واضحة التقطت بواسطة كاميرات مراقبة خاصة بماكينة صراف آلي. دقق الرجل النظر وسرعان ما استطاع التعرف على هوية ذلك الرجل في الصورة التي كتب أسفلها مطلوب بتهمة القتل، حيث أن ذلك الرجل لم يكن سوى آلان الذي تم إلقاء القبض عليه في حادث مقتل روجر. لقد كان مشتبها به في جريمة قتل ممثلة وقعت في 18 مارس لعام 1997. عثر المحققون عن أنخيل رومان البالغ من العمر 51 عاما ميتا في شقته بعدما تعرض للطعن عدة مرات في صدره وبطنه، قبل أن تتعرض بطاقته البنكية للسرقة أيضا تماما كروجر. كان أنخيل مثري الجنس ويعيش في شقة لوحده. قام المحققون بتتبع حساب الضحية المصرفي، واستطاعوا تحديد أن شخصا ما كان يسحب المال من رصيد الضحية عن طريق ماكينة الصراف الآلي. وهكذا استطاع المحققون الظفر بصورة المشتبه به. على إثر هذا الاكتشاف
قام الادعاء بتوجيه تهمتي القتل العمد من الدرجة الأولى بحق آلان. وفي 13 من فبراير لعام 2001 تمت إدانة آلان بكل التهم الموجهة إليه، وحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروع. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.